خلينا نروح للاخبار وهنبتدي بكره اليد. كره اليد كان عندهم مباراه النهارده خلصت من لحظات قبل الحلقه. كانوا بيلعبوا نادي الجزيره طبعا مستر ديفيد ديفيدز المدير الفني لفريق كره اليد اللي خلاص ما بقاش جديد، هو بقاله يمكن 4 شهور متولي المسؤوليه. الجزيره مباراه كانت في دور ال 16، الحمد لله استطاع النادي الاهلي انه يفوز 39-22. كسبنا الجزيره في دور ال 16 هيطلع في دور الثمانيه، هنلاعب مين؟ هنلاعب هليوبلس باذن الرحمن في دور الثمانيه في كاس مصر، طبعا ده بطوله كاس مصر. الماتش اتلعب فين؟ في اتحاد الشرطه الرياضي النهارده قبل الحلقه انتهى على طول، وعشان كده النتيجه كانت يعني اخر حاجه خدناها قبل الحلقه. طيب 39-22، الماتش ده كان المفروض يتلعب يوم الاحد اللي فات، بس لجنه مسابقات اتحاد اليد برئاسه كابتن سعيد عبد المنعم ابن مدينه بورسعيد طبعا كانت شافت انها تاجله يعني عشان تدي وقت للعيبه الاهلي الدوليين ان هم يقدروا ياخدوا راحه وقت كافي من الاستشفاء. طبعا اكيد حاجه جيده جدا، لان في الاول والاخر لعيبه المنتخبات دي قيمه للمنتخب، يعني لا قدر الله لو لعيب لعب ولا قدر الله اتصاب دي اصابه مش للنادي الاهلي بس، لمنتخب مصر. فرقتنا لعبت ماتشين في الدور في الدوري يوم الخميس والجمعه اللي فاتوا وقدرنا نفوز فيها. فوزنا الاول على سموحه 25-23 وكان ماتش جامد ماتش صعب، وبعد كده طلائع الجيش 30-24. فالحمد لله يعني بالنتائج كده يعني تحس ان فرقتنا بتطلع. طبعا هتقول لي يا كابتن مهم جدا ماتش الزمالك، كويس حلو جدا، ولكن ان شاء الله التجربه او الجد لسه ما جاش. انا فاهم طبعا واحنا ما بنقولش حاجه، بس الماتشات دي كنا يعني ممكن تروح وتيجي معانا، ولكن دلوقتي الحمد لله انت بتكسب النهارده سموحه فرق هدفين، بتكسب طلائع الجيش فرق 6 اهداف، يعني انت الحمد لله في تحسن. المنافس التقليدي لسه ما جاش الحسم معاه في بطولات كتير. احنا طبعا عندنا بفكر حضراتكم عندنا بطوله يعني السوبر الافريقي، وراه على طول كاس الكؤوس اللي هتتعمل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان مضى وقع العقود للبطولتين هتلعبوا في صاله يعني عبد الرحمن صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومضينا العقود ودي من ضمن البطولات اللي في اجنده الفريق. فكل الجد لسه ما جاش، كل ده تجريبي، كل ده بتعلي مستوى الفرقه، وانا ان شاء الله يعني متفائل خير. انا مش عايز اسبق الحداث، بس كره اليد دايما اللعبه اللي جمهور النادي الاهلي متابعها وعايزها تبقى احسن، النادي الاهلي مديها اهتمام، مدي الملف ده اهتمام، خاصه ان مدير النشاط الرياضي هو يعني احد نجوم كره اليد كابتن خالد العوضي، فده برده اكيد بيسهل الدنيا.